2. لماذا لا تستطيع روسيا ضرب الأقمار الصناعية الأمريكية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ومنطقة شرق أوكرانيا بدأت فيها الحرب الروسية الأوكرانية؟ لقينا إنه إيلون ماسك وشركة سبيس إكس أطلقت أقمار صناعية كتيرة جدا راحت أوكرانيا. الأقمار ديت علشان قطع الإنترنت والاتصالات في أوكرانيا تساعد في خدمة عودة الإنترنت وعودة الاتصالات إلى أوكرانيا. فالأقمار الأمريكية اللي بعتتها سبيس إكس إلى أوكرانيا ساعدت الأوكرانيين كتير جدا في إن هم يقدروا يتواصلوا سواء عبر الاتصالات أو عبر الإنترنت بعد روسيا ما قطعت هذه الاتصالات أو أثرت عليها بشكل كبير جدا. سؤال مطروح، ليه روسيا ما ضربتش الأقمار الصناعية ديت الأمريكية اللي موجودة في أوكرانيا وعددها كبير علشان تساعدها في إن هي توجه ضربة أكبر وشاملة للاتصالات في أوكرانيا؟ السؤال ده طرح على خبراء روس، أحدهم في الأكاديمية الروسية للعلوم تحدث إلى روسيا اليوم، هو من معهد أبحاث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية، وقال وجهة النظر هي كالتالي: إنه اقتصاديا صعب إن روسيا تضرب هذه الأقمار الصناعية. أولا هي أقمار مش أقمار تجسس خطيرة أو حاجة، وبالتالي لا تستحق إنك تعمل تكلفة كبيرة جدا علشان تسقطها. نمرة 2، ممكن أصلا ما يكونش في عدد صواريخ كافي لهذا العدد المهول من الأقمار الصناعية. إنما النقطة الأهم والأخطر في هذا الإطار إن ثمن الصاروخ أكتر بكتير جدا من ثمن القمر الصناعي. فلو قمر صناعي تكلفته حاجة بسيطة جدا، هل معقول أطلع صاروخ بالتكلفة الكبيرة جدا دي علشان يوقع قمر صناعي رخيص جدا وتمنه زهيد جدا؟ اقتصاديا ده يبقى فيه استنزاف وفيه تكلفة كبيرة جدا. نفس الخبير اللي في أكاديمية العلوم الروسية تحدث إلى روسيا اليوم وقال الموضوع يبان أكتر بقى في الطائرات المسيرة الدرونز. فلما تيجي طائرات مسيرة ليه بنقدرش نضربها كلها؟ نتيجة إن هذه الطائرات تكلفتها بسيطة جدا وممكن تتباعد بأعداد كبيرة جدا، فالصاروخ كمان ليه تمن. فهل مثلا لو بعت 100 طيارة مسيرة هطلع 100 صاروخ على 100 طيارة مسيرة؟ ممكن، لكن نشوف التكلفة. هتلاقي الطائرات المسيرة ديت المتوسط بتاعها ممكن من 10 20 30 ألف دولار، قول 50 ألف دولار. أغلب هذه الطائرات يدور حول 50 ألف دولار، بعدها طبعا أكتر من كده بكتير، إنما المتوسط العام لأغلب الطائرات المسيرة في هذه الحرب حوالي 50 ألف دولار للطيارة تكلفتها. طيب الصاروخ يتكلف كام؟ كتير جدا، رقم كبير جدا. فهل معقول أدفع ملايين عشان أوقع 50 ألف دولار؟ يعني مثلا منظومة الصواريخ، الوحدة بتاعة الصواريخ الروسية الدفاعية الجوية S-400 ب 500 مليون دولار، 500 مليون دولار الوحدة. هل ممكن أستنزف 500 مليون دولار في شوية طائرات بدون طيار تكلفة الوحدة فيها ب 50 ألف دولار؟ S-500 الوحدة بس ب 800 مليون دولار. منظومة ثاد الأمريكية بتكلفة أكبر بكتير، يعني الصاروخ الواحد باتريوت الأمريكي المضاد للطائرات ب 4 مليون دولار. فخلي بقى هنا نتكلم على رقم محدد، لو إن بلد عندها صواريخ الصاروخ ب 4 مليون دولار زي بتاع باتريوت الأمريكي وطيارة ب 50 ألف دولار، هل صاروخ 4 مليون دولار يتوجه لطيارة بدون طيار ب 50 ألف دولار؟ طيب لو 2 لو 10 ولو 200 لو 300 استنزاف، تلاقي في الآخر مليارات الدولارات أنفقت من هذه الصواريخ على الطيارات كلها على بعضها، في الآخر ما تجيبش مليون دولار تمن يعني لا شيء في منظومة دفاع جوي واحدة. بناء على ذلك طبقا لهذا الخبير الروسي في حديثه إلى روسيا اليوم، روسيا قيمة الأمر، مش معقولة تدفع كل هذه التكلفة لإسقاط الأقمار بتاعت ستارلينك اللي بعتتها شركة سبيس إكس إلى أوكرانيا. إذن الملف الاقتصادي باستمرار بيكون حاضر في الملف العسكري، وإن الموضوع فيه دائما دراسة تكاليف.
ان تكلفه هذه الوحدات قد ايه، الصواريخ قد ايه، الدبابات لما هتتحرك بقد ايه، سواء الوقود او الطاقم اللي عليها او الاعاشه والتكلفه لطواقم مختلفه او كل شيء يحسب بشكل دقيق جدا، لان اي حرب هي سلاح زائد اقتصاد. ولتلك الاسباب لم تقم روسيا باسقاط الاقمار الصناعيه الامريكيه ستارلينك فوق اوكرانيا.